السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا طبعا في موضوع اللاجئين في الفيديوهات اللي فاتت، وفيه ناس كتير مش مبسوطة، وخصوصا الأخوة السوريين والسودانيين. المشكلة هم مش فاهمين احنا بنتكلم على ايه، يعني هم بيخشوا يشتموا وخلاص، او يخشوا يرمي البوست وخلاص، مش فاهمين، مش حاسين بالمعاناة اللي بيعانيها المصريين. يمكن الناس اللي عايشة في مصر شايفة المعاناة اللي بنعانيها، أو أهل بلدي بتعانيها في مصر من غلاء أسعار، من ارتفاع الأسعار، المساكن، الشقق، الشباب مش لاقي يسكن. يعني إيه لما أكون مثلا أنت خليك مكاني، لو أنت في بلدك وتلاقي ملايين داخلة عليك وأنت متعرفش لا أصلها ولا فصلها ولا داخلة إزاي، شوف هتعمل ايه. طبعا لما تكون ساكن في عمارة او في عقار وتبص تلاقي في يوم وليلة كده السكان اللي قدامك بتمشي وبتتبدل بجنسيات اخرى، وانت تحس نفسك كأنك غريب في العمارة، تنزل من العمارة بناتك وولادك وبتاعته بقى خايف عليهم، تلاقي شباب واقفة، شباب من كل الجنسيات واقفة، مش عاوزين نذكر جنسية معينة عشان ما تزعلش، أي جنسية وخلاص، أي ضيوف وخلاص، زي ما بيقول الرئيس الوزراء اللي قدرنا، أو إحنا بنقول اللي اتبلينا بيهم، واقفة قدام باب العمارة واقفين وبتاع، وانت معك بنات، وإيه شعورك؟ وناس ما تعرفهاش، ناس جاية من السجون، ناس جاية من الدفع السريع، ناس جاية من أي مصيبة. إحنا مش بنتكلم ولا بنهين ولا بنغلط في الناس اللاجئين الرسميين يا أخواننا، في فرق. اللاجئ يعني إيه لاجئ؟ يعني لاجئ جال دخل البلد وقدم نفسه في منظمة اللجوء وقال لهم أنا عاوز أبقى لاجئ، بيبقى ليه حقوق وعليه واجبات. الحقوق بتاعته ان الدولة تكفله مسكن، معيشة، حماية، ما حدش يتعرض له، بيبقى قاعد في حماية الدولة، والمنظمة بتساعده وبتصرف عليه. ده اللاجئ، ده رسمي وبورق رسمي، ولو حاجة حصلت بيتجاب على طول، معروف. لام اللاجئين عندنا، نسبة اللاجئين احنا من سنة كانوا 400,000، قول دلوقتي يمكن 700,000 زي ما قلنا، او مليون او 1,200,000. دول اللاجئين المقيدين تبع المفوضية للاجئين. طب والباقي؟ الباقي ما نعرفش عنه حاجة، الباقي ناس دخلت ما تعرفش عنها حاجة. احنا السوريين اللي بيزعلوا ويقول لك احنا رفعنا الاقتصاد، واحنا 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 واحنا، احنا مش هنغلط ولا نقول الشاورما ولا مش الشاورما ولا الكلام ده، ماشي. فيه ناس سوريين دخلت ايام الحرب، وفيه رجال اعمال دخلت، دي عملت اتفاقيات مع الحكومة، ودي عملت مشاريع، ودي معروفة، يعني معدودين على الصوابع او معروفين من هم، ومعروفة من الناس دي. بس الناس اللي جت بعد كده، الناس اللي جت فيها السياحة وقعدت وما طلعتش تاني، دي ناس ما حدش يعرف عنها حاجة. الناس اللي دخلت أيام مرسي حد يعرف عنها حاجة؟ أيام دخلت سللت من سينا ودخلت وعاشت وسطينا وسكنة وسطينا، ويمكن قتلت في جنودنا وعملت البدع، حد يعرف عنها حاجة؟ ما حدش يعرف عنها حاجة. طبعا انصهرت لدرجة انه احنا لما كانت الثورة ورابعة العدوية وبتاع، كان فيه ناس لاجئين وناس سوريين كانوا مهضين ضد الحكومة، ويطلعوا مع الاخوان ويرقصوا ويعملوا وعاملين. مين الناس دي؟ حد يعرف عنها حاجة؟ ما حدش يعرف عنها حاجة. الالوفات اللي بتخش عبر السودان، قصدي عبر اسوان، فيه تجار هم ما بيزنبهمش حاجة، هو هربان من حرب مثلا، بس فيه تجار بشر بيدخلوا لك، وفيه واحد بيستلمه في الحدود بتاعتك المصرية، وبيوديه السكن وبيسكنه وبيسطر عليه وبيسفره. الناس دي حد يعرف عنها حاجة؟ طب السكن اللي ارتفع ده هينزل تاني؟ السكن بتاع الشباب ده هيعرف يتجوز؟ الشباب اللي بيشتغل ومطحون ليل نهار عشان يقبض 3,000 او 4,000 في الشهر، او 5,000 او 6,000، هيعرف يجيب من فين شقة ب 7,000 و 8,000؟
الطلبة بتصرخ، الطلبة السنة دي بتصرخ، مش لاقية تسكن في القاهرة وفي أسيوط وفي المدن وفي أسوان. المساكن الشقة اللي كانت ب 2003 وصلت 12,000 و15,000، هجيبها من فين الطلبة؟ وهو سرير، السرير وصل ب 2000 و1000 ونص و3000، من فين ولي الأمر هيصرف على الطالب لما يدفع له مثلا حق سرير بس 1500 و2000؟ هيجيب من فين؟ هيأكله ازاي وهيصرف عليه ازاي ويكون معاه عائلين ثلاثة؟ فصرخة المصريين محد الوجع. مين؟ طب لغاية امتى؟ بكرة بعده هنصبر. التعليقات برضو السلبية اللي بتقول يرحل الحكومة وترحل السيسي ملناش دعوة، انا مش ب... انا لا كاتب صحفي ولا سياسي ولا لي دعوة بأي حد، ماشي؟ انا مواطن مصري عادي بتكلم بصفتي حسب وجع اهلي وناسي ويعني واخواتي والناس دي، هم المصريين في أي مكان في مصر سواء مسلم أو مسيحي. فأنا بتكلم بالنيابة عن الناس اللي مش عارفة تتكلم، بالنيابة عن الناس اللي بتاكل تراب ومش قادرة صوت حد سامعه. الأسعار الغليت دي حد هينزلها؟ السكن أهم حاجة، السكن حد هينزل السكن ده اللي طلع في السماء اللي وصل 20,000 و15,000؟ ده انت لو رحت فيصل والاماكن دي في شقق مفروشة وصلت 20 و25 و30 و35، هتنزل ازاي دي تاني؟ دي مين سببها؟ مش هم اللاجئين؟ مش هي دي الناس اللي معاها قروش وجات واجرت وسكنت؟ السويد كانت اكبر دولة حاضنة للاجئين وبتستقبل اللاجئين، كانت دولة الامن والامان، يعني كان فيها استقرار وامن ومفيش. السويد بتطلب من اللاجئين او بت بت عاوز بتلبي بتقول لهم خد الواحد 34,000 دولار وعشان يرجع بلده، على سواء لاجئ او معاه الجنسية، بتقول له تنازل عن الجنسية وخد 34,000 دولار وامشي. لما حسوا بالعبء بتاع اللاجئين بيقول لك انه فيهم الناس اللي جات من برا مش شغالة وبتضغط على الاقتصاد وبتضغط على الدولة، وفيهن الناس اللي ولدت برضو بتشتغل أو بتشتغل بأجور ضعيفة، فلازم تطلب مساعدات من الدولة، فالدولة بتديها من دافع الضرائب والناس والمعيشة، وبتدي اللاجئ الأحقية في السكن. فدلوقتي الدول الأوروبية حست، وهولندا طلعت قوانين يعني مجحفة للاجئين، بتطفشهم بالزوج. يعني هولندا اللي كانت أكبر دولة بيخشها عدد لاجئين عرب يمنيين وسوريين وكل الجنسيات، دلوقتي عاملة قوانين إنها هتطبق القوانين انها مش عاوزه اللاجئين وهتمشي اللاجئين، اللاجئين اللي بلادهم فيها مناطق امنه هترجعهم بلادهم، وقايمه ثورات في الدول الاوروبيه وغيرها والمانيا وكل الدول، واحنا عمال نقول سنه تمديد للاجئين. فين ده؟ يعني الدول بتمشي اللاجئين وبتقنن وضعهم وبتمشيهم، واحنا بنقول لهم سنه تاني. انت في خلال السنه، انت تتصور انت في خلال السنه الايجارات هتوصل كام بعد سنه؟ العقارات هتوصل كام بعد سنه ما تخلص؟ طب والشباب والناس والدنيا ليه اللي ما معهوش ورق ما يرجعش بلاده؟ الناس دي لازم تتفحص وتمشي. الملايين اللي قاعدة دي في العقارات محدش يعرف عنها حاجة، تلاقي الواحد مثلا متأجر شقة وتلاقي 5 عائلات فيها، تلاقي 50 واحد عايشين فيها محدش يعرف عنهم حاجة. فأنا بناشد الناس، أي حد ساكن جنبه واحد من اللاجئين أو جنسية أخرى يبلغ عليه، يبلغ على الشقة ويشوف مين اللي ساكن فيها، ما يمكن فيه مجرم، فيه مصيبة. فتبلغ، انت ما تقعدش كده، ما انت صوتك يسمع، ما انت ممكن تحصل مصيبة في العقار ده او في العمارة دي وتحصل مصيبة وانت تروح فيها، او ابنك او بنتك. انت ما تقولش ما ليش دعوة، شفت واحد غريب ساكن في العمارة بلغ عليه، شوف مين جابه، شوف اصله، شفت حاجة مش مظبوطة حواليك في شقق بتاع، بلغ على طول. احنا بننصحكم بكده يعني،
ما تسكتش، اي حاجة مشبوهة او شقة هتحسها مشبوهة فيها ناس غريبة او كده وبتخش وتطلع وناس انت ما تعرفهاش في المنطقة، بلغ على طول. ده في مناطق استعمرت كاملة هنا في فرنسا وفي اوروبا، في مناطق من اللاجئين ومن المهاجرين البوليس ما بيقدرش يخشها. هنا في فرنسا في مناطق البوليس ما بيقدرش يخشها والله. واسأل الناس اللي عايشة في فرنسا، واسأل اي حد، لانه خلاص تكون اللاجئين والمهاجرين فتكونوا فقعدوا في منطقة، الدولة بقى كانت غض الطرف فقعدوا تكونوا في المنطقة دي، بيجوا زي النحل ما تقدرش، بقي تجارة المخدرات، الدعارة، كل حاجة، لأن الطبقة دي بتبقى مهمشة من الدول فتبقى فقيرة، فيبقى فيها السرقة والمخدرات والدعارة وكله. الحكومة ما بتقدرش تخش، او الشرطه ما بتقدرش تخش، العربيه تتكسر وتتحرق وتتبهدل. فزي كده احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. فاحنا فيصل كلها بقت مستعمره، الاكتوبر 6 اكتوبر، الحي السابع، اسوان، كل المناطق، الغردقه حاليا كله بقى يعني استعمرت، ومحدش بيتكلم، محدش شايف حد، وكله عمال يبص وما يتكلمش. فاحنا بنتكلم عشان اخواتنا المطحونه، عشان الناس المطحومه، لا بنادي ان نعمل ثوره ضد الحكومه او ضد الرئيس او نفتت بلدنا. احنا دلوقتي في موقف صعب، المفروض نتحد كلنا المصريين، يتحدوا ونوقف ورا حكومتنا. ايوه في قرارات خاطئه وفي قرارات تصيب، بس لازم ما نتبعش بقى ايه ارحل واعمل وانزل نعمل ثوره والكلام الفاضي ده بتاع الايه الناس المندسه والاجندات وانتوا عارفين. فاحنا ما بنقولش كده، احنا بنقول عاوزين نوصل صوتنا لغايه امتى؟ احنا بنقول مشي الناس اللي ملهاش اي ميتين ام لازمه دي، الناس اللي من غير ورق، الناس اللي في بلادها في اماكن امنه تمشي ترجع بلادها، اللي من غير ورق، اللي جايه ده، الشباب ده من المفروض كله يرجع تاني. انت جاي ليه؟ ما انت روح حارب، روح احمي بلدك وعرضك، انت جاي ليه هنا؟ ما هنا اصلا ما فيش شغل، الشباب المصري مش لاقي شغل، ما انت جاي ليه؟ ما انت بتزود، بتدوس على الاقتصاد وبتدوس على يعني ما الدنيا هتنفجر والشعب المصري هينفجر، واحنا مش عاوزين ما لا يحمد عقباه. بس عشان بنوه، عشان احنا اللي بنغلط في اللاجئين، كل واحد بيجي يقول لك انتوا كذا وانتوا كذا، يعني احنا واحنا ساكتين زي الفل، المسار ودول 100 100، والمسار وام الكرم، والمسار وام الضيافه، ولما نتكلم موجوعين ونشكي على وجعنا بقينا نشتم ونتبهدل وناخد اوسخ الالفاظ وكده. ليه 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 ليه؟ ما تخلينا محترمين، ارجع بلدك، ارجع المناطق الآمنة، خلاص الدول الخليج ما حدش يقدر يخشها من غير ورقة وفيزا وعقد عمل والحاجات دي. ليه احنا سايبين كده الدنيا؟ ملايين الحكومة بتقول 9 مليون، من كم سنة قالت 6 مليون، دلوقتي 9 مليون، والعدد أكبر من كده، لأنه مش يعني الرئيس كذا مرة ليه 3 سنين يقول لك 9 مليون، ما زادوش 9 مليون، ده في حرب السودان بس يمكن خشن لك ملايين، ماشي، وفلسطين والسودان وكله كان ليه 3 4 سنين يقول لك 9 مليون ضيف وضيفة، ما زادوش دول. ليه؟ انه الحكومه مش قادره تحصر الاعداد، الاعداد ساحت وخشت مصر وما حدش عارف يحصرها، فالعدد اكبر بكثير. يعني انت عندك دوله بداخل دوله، دوله لاجئين، دي قنابل موقوته مش هتقدر تمشيها الناس دي. اتمنى ان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وكل واحد يكتب لي رايه في التعليقات، ويكتب لي بقى السويد صح ولا غلط، الدنيا دي صح ولا غلط. شوف الدول الغنيه اللي اقتصاداتها بالمليارات مش قادره، بتشتكي دلوقتي عايزه تمشي اللاجئين، بتقول لهم خد كل واحد 34,000 دولار وامشي ارجع بلدك. شفت ازاي؟ واحنا بنقول له هات 100 دولار ولا 1000 دولار واقعد في مصر، شفت الفرق؟ يعني احنا بنقول له هات 1000 دولار واقعد استوطن، ودوكا بدي له 34,000 دولار عشان يمشيه. ليه ليه يعني؟ مش عارف مش عارف ازاي يعني؟ مش عارف. اتمنى انه الفيديو ما يكونش طول عليكم، والقاكم في فيديو اخر، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.